لقد نجحنا. أجل يا هيوغو، هربنا من الجيش الفرنسي إلى الأبد. وداعا أيها المزعجون. إذن هيا إلى الشمال، إلى أوروبا، إلى باريس، برج إيفل والفطائر. تمهل يا فتى، هذا ما يتوقعون منا فعله، لكننا سنتجه جنوبا. جنوبا؟ لا يوجد هناك سوى الغابة. تماما، لن يبحثوا عنا هناك. ولما لن يبحثوا؟ لأننا بالطبع لن نصمد يوما واحدا في الغابة. أنت عبقري يا هوفت. لهذا لن يتوقعوا تحركاتنا بفضل ذكائنا. هل نحن أذكياء؟ اجمع فرقة من الجنود. هل سنلاحقهما؟ إنهما مجرمان، يجب أن أقدمهما للعدالة. علي أن أطاردهما في أي مكان في العالم. ثم وجه القرصان الشرير بلاك بيرد سيفه نحو الملازم مينارد وأجبره على الوقوف فوق حافة السفينة. تقدم الملازم بشجاعة نحو مصيره ولم ينظر إلى المياه المليئة بأسماك القرش المخيفة. أطلق القرصان ضحكته الشريرة. توقفي، هذا مخيف، لم أعد أتحمل، توقفي. ما هذا؟ أنت الذي اخترت هذا الكتاب. أعرف، لكن الغلاف يبدو جميلا وبديعا، كان يجب أن يضع تحذيراً عليه. حسناً، لهذا يجب ألا نحكم على الكتاب من الغلاف. وكيف نحكم عليه إذن؟ بالطبع من محتواه، وينطبق هذا على البشر أيضاً. لا يجب أن تحكم عليهم بالمظاهر فقط. علينا أن نعرفهم أولاً. هذا صحيح. هل وصلنا القراءة؟ هزم الملازم القرصان ثم عاش الجميع في سعادة وهناء معاً. في المرة المقبلة سأختاره أنا. إذن فقد ذهب القرصان إلى السجن، أليس كذلك؟ لم يراعوا حالته، لم يفرجوا عنه، صحيح؟ أعتقد أننا في أمان هنا بما أننا بعيدون عن المجرمين. هذا يكفي، لن أتمكن من الاستمرار. اذهب أنت من دوني. كما تشاء. أذهب من دونك؟ نعم، اذهب من دوني. لا أستطيع، فالقيود تربطنا سويا. نعم، لا بأس، سأذهب أنا من دونك. نحن أحياء. أموات. حركات بهلوانية رائعة. نعم، أنت بارع في الأرجحة يا فتى. سيدي، أنا هوفت وهذا هيوغو. كيف حالك؟ مرحبا. لا يفهمني. مرحبا يا رجل الغابة، هل تفهم ما أقول؟ أنا ترزعم. إنه يتكلم، يبدو أن معنا رجلا رياضيا. يسعدني أنك لاحظت. ليس أنت أيها البدين. لستما بريطانيين، صحيح؟ لا يا فتى الغابة. لا، نحن أمريكيان، أمريكيان حتى النخاع. طعام شهي. تتذوق؟ لا شكرا. أنت متأكد أنهما ليس قرصانين؟ اسألهما عن بلاك بيرد. ليس قرصانين، إنهما أمريكيان. حسناً، إذا وقفت فوق حافة السفينة لا تأتي إلي باكياً. إذن أنتما من الجيش الفرنسي، أليس كذلك؟ بلى، كنا، ثم استطعنا أن نهرب منهم. هربنا من الحياة الشاقة، في الواقع نحن لسنا بجنديين. فعلاً؟ فعلاً؟ لا، نحن عميلان سريان، نتظاهر بأننا جنديان، وذلك بارتدائنا ملابس الجنود المتسخة الرثة. نعم، من الفرقة الرثة، نحن في مهمة رسمية. مهمة؟ نعم. حقا؟ ما هي المهمة؟
مهمة سرية بالطبع. نعم، لا تنسى أننا عميلان سريان، أليس كذلك؟ نعم بالطبع. أريد أن أعرف ما الهدف من هذا بالضبط. هذا؟ حسنا، هناك هدف بالطبع سترينه في الحقيقة. هذا إنه سوار الشفرات. نعم صحيح يا هيوغو. صحيح. معذرة، لقد أثقلنا عليكم كثيرا، والآن قد حان وقت الرحيل. نعم حان وقت الرحيل. شكرا على مساعدتك يا طرزان. اعتني بنفسيكما، بالتوفيق. هي انتظر انتظر لحظة يا طرزان. انتظر لحظة طرزان، هل أنت محل ثقة؟ بالطبع. إذن اسمع، فالمعلومات التي سأطلعك عليها سرية. سرية للغاية، أعني نحن أيضا لا نعرفها. وما هي؟ أنصت يا طرزان، إن مهمتنا في خطر كبير. ها هو السبب، بصفتنا عميلان سريان نحتاج إلى ما نسميه في مجالنا مركز عمليات. تماما، مكان ننام فيه نصف اليوم تقريبا، ومكان نأكل فيه 6 وجبات في اليوم، ومكان لغسيل ملابسنا، ونفضل أن يكون الصابون ناعما. نحن نحتاج إلى مركز عمليات لمهمتنا السرية الكبيرة، لكن أين يمكننا أن نجد هذا المكان؟ أين يا ترى؟ حسنا، لما لا تبقيان هنا؟ ماذا؟ ماذا قلت الآن؟ ابقيا هنا معنا، هذا مركز العمليات. فكرة رائعة يا طرزان. فكرة عبقرية بالفعل. حقا أنت عبقري مثل أينشتاين. نعم. إنك تصلح أن تكون عميلا سريا ناجحا مثلنا تماما. حقا؟ أحسنت. لن أكلها، ليست نظيفة. هل تعرفين؟ سيبقيان هنا معنا إلى أن ينجزا مهمتهما السرية. لا يجب أن تصدق كل ما يقولونه. أقصد أننا لا نعرف هذين الرجلين، كيف نعرف أنهما أهل للثقة؟ لهما لا يحملان أي أسلحة. انظري كم هما مضحكان. أعرف أن مظهرهما مسالم. هل تذكر ما قلناه عن الحكم على الكتاب من الغلاف؟ أشعر أنهما خطران. لا أثر لهما هنا. لا أثر لهما. واصل البحث، يجب أن نقدمهما للعدالة. من هنا. تذكروا، لابد أنهما مرهقان وجائعان، لن يتحمل هذان الأحمقان مشقة الغابة. انظروا إلي، المزاج مثل العاج. هات الطعام، إنني سعيد. أصبح لنا بيت ولنا خدام، صار المزاج مثل العاج. من يصدق بين الشجر نعيش كالطيور من دون ريش، مع الحيوانات نلعب والخفافيش، والمزاج صار كالعاج. تسعد عندما تعيش في ارتياح، فنحن حقا سعداء. نلعب، نجري نحو النهر، نصحو في وقت الأصيل. أخبرينا إذا جف الغسيل، جربوا خذوا القرار، والمزاج صار كالعاج حقا. فشلت في الاختيار، صار المزاج كالعاج. سيصفو المزاج من الكروب بعصير ليمون يملأ الكوب. إذا كان هذان الأحمقان عميلين فلا بد أنني أميرة. أعتذر لأنني أخفتك، كوني حذرة، سيدة مثلك وحدها في الغابة شيء خطر. سأكون بخير وحدي، شكرا جزيلا يا أنا الكولونيل جون ستاكي في خدمتك. كنت أحذرك يا سيدتي لأن هناك مجرمين في المنطقة. مجرمين؟ نعم، إنهما هاربان من الجيش. دعني أخمن، أحدهما نحيف وضعيف الذكاء، والآخر بدين وأحمق. هما بالفعل، تعرفين مكانهما؟ حسناً، لا أريد أن يصاب أحد هنا. تقدم ببطء ودعني أرى يديك يا طرزان. حظ سيء. سأقول لك رأيي، هل أنصحك بشيء؟ ضع كل ما معك، كل شيء. جازف يا فتى. نعم، هكذا يمكنك الفوز بالتأكيد. تعتمد هذه اللعبة على التركيز. صباح الخير يا سادة. نعم، أهلاً يا كولونيل ستاكي. من فضلك يا كولونيل، نحن مشغولون. بلاك بيرد، بلاك بيرد، إنه بلاك بيرد، فلتفروا بسرعة.
اقبضوا عليهما. اصعدا. هل نبدأ بالتجديف؟ هناك صوبوا. أحسنت يا رجل. طرزان انتظر، أنت لا تفهم الأمر. يسارا يمينا. يسارا هيا. يسارا هو محق. أسرع أسرع. ابتعد عن وجهه أولا. يجب أن نسرع. خوف، تعال إلى هنا، المنظر أكثر رائع. لقد هربنا بسهولة. طرزان أرجوك انتظر. أعطني هذه. بسرعة من هنا. اهربا. هل سمعت ما قاله؟ هيا بنا انطلاق. فلننتظر. أهلا بكم. طرزان توقف، هيوغو وهوفت مجرمان. مجرمان؟ لا، إنهما في الحقيقة عميلان سريان. لا، إنهما كاذبان. هل هذا صحيح؟ حسنا، الحقيقة تكون أحيانا الفكرة غامضة بعض الشيء. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. نعم، نحن لسنا عميلين سريين. طرزان انتظر، دعنا نوضح الأمر. الجنديان هيوغو وهوفت سوف أقبض عليكما ثانية. للأسف سيتم إعدامكما مرة واحدة. تقول إعدام؟ ما الذي فعله ليعدم؟ أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها جندي، لقد رفض تنفيذ الأوامر. تعني أنهما تمردا، هل هذا يستحق الإعدام؟ لقد خالف كلاهما أمري. وما هو الأمر الذي تتكلم عنه؟ لقد أمرنا بحرق قرية كاملة. لكننا رفضنا. رفضنا. عندما يصدر الضابط أمراً فعلى الجندي تنفيذه. أنا لم آمر بحرق قرية فيها نساء وأطفال. والآن إذا أذنت لنا سنذهب، فهذان المجرمان لديهما موعد مع الموت. بعد أن وضعت كل ثقتي فيهما لن أثق بأحد. أهم شيء لا تثق في أحد لا يغطي الشعر نصف جسمه. سمعت؟ نصف جسمه. طرزان بحثت عنك في كل مكان، يجب أن ننقذ هيوغو وهوفت فورا. معذرة، هل تحاولين السخرية منا؟ وضعتماني في حيرة، أليس شريرين؟ لا، اتضح في الحقيقة أنهما بطلان. ألم تقولي إنهما مجرمان؟ مجرمان فعلا، لقد ارتكبا جريمة بالفعل، لكنها ليست كل الحقيقة. في بعض الأحيان بعض رجال السلطة يصدرون الأوامر الظالمة فيصبحون هم المجرمين الحقيقيين. تعنين الرجل الذي رأيناه هناك؟ كولونيل ستاكي، في البداية لم أدرك الأمر، فعندما رأيت زيه الرسمية والشراط خدعت وتوقعت أن يكون على حق. حكمت عليه من الغلاف إذن. نعم أنا مخطئة، لم أطبق ما أقوله، والآن سيقتل ستاكي كلا من هيوغو وهوفت. لا، لن يفعل. في البداية فكرت في أن أدفعكما من فوق هذا الجبل، لكن اخترت أسلوباً سيذكره التاريخ لي. هذا كرم منك، لكن أرجوك ابتعد عن شعري. أعتقد يا هيوغو أنه لن يمس شعرك، ولكنه سيقطع رأسينا.
أهم؟ أنتم لا تفهمون، لن أبدو وسيما هكذا. هيا تقدما. هل لكما أي طلب أخير؟ آمل أن أعيش بقية عمري. نعم نعم، هل أحضرت لي فطيرة؟ فكرة جيدة، محل الفطائر على بعد قارة، لن تضل الطريق. كفى، أحضروهما. ستصيبوني بكدمات. استعد لتذوق الموت. هجوم! هجوم! انسحاب! انسحاب! لا أستطيع الرؤية! لا أرى! النجدة! أين أنا؟ مرحبا. ها، ليس سيئا، دمرت المكان وحدك. والآن أين هيوب وهوفت؟ لا مجال للهرب، سأتخلص منكما بنفسي. ألم تقل إننا سنحصل على طلب أخير؟ مرحبا يا صديقي البدائي، سنحسم الأمر رجلا لرجل. أخيرا التقيت بندي، سألقي بسلاحي. لا ترسل قرضا ينهي مهمة رجل. هيوغو، أتفكر فيما أفكر؟ نعم، هيا بنا من أجل طرزان. هجوم! هيوغو، هوفت، لا! لا تقلق، ستلحق بهم الآن. ارموا أسلحتكم الآن، انتهت مهمتنا في هذا المكان. اذهبوا، ارحلوا من هنا. سنرحل، قلت إني سأطاردهما في أي مكان في العالم، والمهم أنني فعلت. طرزان، حمدا لله أنك بخير. ماذا حدث لهوفت وهيوغو؟ لقد رحل في لحظة يؤديان خدعة الفول السوداني، وفي التالية يرحلان. ما معنى هذا؟ لقد دخل شيء في عيني. هل تسمعوننا؟ نحتاج إلى بعض المساعدة. طرزان، لا تتركنا معلقين في الهواء. هيوغو، هوفت، ماذا حدث أيها الضخم؟ أين الكولونيل ستاكي؟ لقد رحل، ظن أنكما قد متما. نعم، حسناً، كانت هذه هي خطتنا. نعم نعم، نحن بارعان في وضع الخطط. والآن ماذا ستفعلان أيها البطلان؟ لقد قررنا أن نعود للعيش معكم. بالمناسبة، ماذا لديكم على العشاء؟ عندي فكرة أفضل. سبعة، لم أفز. هذا حظ سيء. لكن كنت أعتقد أن هذا هو الرقم ال... يا بروفيسور، لقد حسبتها بقواعد الشتاء، ونحن الآن في الصيف. ما رأيك الآن؟ يمكنهما أن يبدأ غدا. لك أن تتخيل، عندما يصبح لهيوغو وهوفت عمل رائع. عمل؟ نعم، رائع؟ أنا لست متأكدا. أيها البروفيسور، هل أنصحك بما يجب أن تفعله؟ هل أعطيه كل شيء؟ هذا صحيح أيها العبقري، فقط لكي تتخلص من سوء الحظ.
هيا بنا، أحتاج إلى حظ سعيد مثل المختبرات. ما رأيك؟ لكن الإضاءة ليست جيدة. لست أفهم، لماذا ترسمين ببغاء؟ لأنه كائن جميل، انظري إلى الألوان الزاهية. إذا أردت طائراً اذهبي إلى الخارج، هناك ملايين الطيور في الغابة. ليس هذا الهدف يا توكا، فاللوحة تعبر عن نظرتي للببغاء، إنه أسلوبي في التعبير عن هذا الجمال الرائع. هل نعلقها هنا؟ حسناً. أوه، احترس يا طرزان، يبدو أن الشجرة تتحطم. لست أنا السبب. سمعتما صوتا؟ أنا لم أسمع شيئا. ولا أنا. لقد سمعت صوتا. ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، أنا أقطع الأشجار فقط. من أمرك أن تدمر غابتي؟ ماركم، هو طلب منا قطع الأشجار. ليس لي دخل في الأمر، لا أريد متاعب. خذني إلى ماركم، نادي عليه. سيد ماركوم، هناك مشكلة يا والتر، سمعت المحركات تتوقف. نعم، نحن واجهنا مشكلة بسيطة. هل يمكنني أن أساعدك يا سيدي؟ خذ معداتك واخرج من غابتي فورا. من غابتك؟ هل أنت مالكها؟ الغابة ليست ملكا لأحد. حسنا، أنت مخطئ في الأمر، إنها ملك لي بوب ماركوم. هذه الأوراق تثبت حقي في استغلال آلاف الأفدنة في الغابة. أنت تتعدى على أملاكي، ولكنني سأكون جاراً طيباً ولن أبلغ عنك السلطات. هذا لا يعنيني، الغابة موطن عائلتي وسوف أحميها. أبي، أبي. أوه يا إلهي، ابنتي أبي، أصبحت كبيرة. من هذا يا أبي؟ حسناً عزيزتي، إنه طرزان. ملابسك مضحكة يا سيد طرزان، انظر ماذا وجدت. إنها جميلة يا أبي، ورائحتها زكية أيضا. ادخلي الخيمة يا عزيزتي، على والدك إنهاء بعض الأعمال. حسناً، إلى اللقاء يا سيدي. سلام. أرأيت يا طرزان، لست وحدك من ترغب في حماية أسرته. قال القمر للبطة ليلة سعيدة، ونامت البطة الصغيرة في سلام. كانت هذه قصتي المفضلة وأنا طفلة. أنت لطيفة. شكراً يا أبي، أنت أيضاً لطيفة. لا تبدين مثل طرزان، تبدين طبيعية. لأنني نشأت في إنجلترا، لكن طرزان نشأ هنا في الغابة مع الغوريلا. هذا يذكرني بوالدة أبي عندما كانت تقرأ لها. 3 أعوام مرت على وفاتها، ليس لي في العالم سوى أبي، لهذا جئت إلى هنا كي أمنحها أفضل حياة. بأن تدمر الغابة؟ الطلب على الخشب في تزايد، هذا المنزل مبني من الخشب، الكثير من الخشب. في الحقيقة لست قلقاً بشأن الحصول على الخشب يا سيد ماركوم، وإنما من أسلوبك في الحصول عليه. الغابة نظام بيئي قديم ودقيق، أي عبث فيه قد يؤدي إلى كارثة. حسناً، لقد وضعت كل ما أملك في هذا المشروع، ولن أتراجع خوفاً على النباتات في هذه الغابة. أرأيت زهرتي؟ نعم، إنها جميلة حقاً، لكنها بدأت تذبل. أعرف طريقة تحافظين بها على جمالها. حقاً؟ هيا
ضعي هذه الزهرة داخل هذا الكتاب، والآن أغلقيه برفق. هكذا؟ نعم، وخلال أسبوع ستجدينها محفوظة. طرزان، ألا يمكننا الاتفاق على حل وسط؟ حل وسط؟ نعم، دلني على منطقة أقطع فيها الأشجار. حسناً، كلما ابتعدت عن منطقة الغوريلا كان هذا أفضل. حسناً، هناك منطقة عند الجانب الجنوبي من النهر بعيداً عن هنا. رائع، رايت، لقد وصلنا إلى اتفاق. ماذا فعلت؟ ولكن لماذا لم تطلب منه أن يرحل؟ كان حلاً وسطاً، الكل سعيد هكذا. لا أفهم أمر الحل الوسط هذا، أصبحت متساهلاً أكثر من اللازم مؤخراً. متى كانت آخر مرة استخدمت هذا؟ أين كان هذا؟ سيفيدني في التخلص من الأعشاب الضارة. نعم، رأيت؟ هذا دليل قاطع على إثبات كلامي. أنا وماركم بيننا اتفاق يا توكا. كان عليك أن تحصل على اتفاق مكتوب. حسناً، إلى الخلف يا رفاق. ليس لي يد في الأمر، لقد أعطانا المدير أمراً بالعمل في هذه المنطقة، ننفذ أوامره فحسب. ماركم. أبي، لماذا تغسلين أسنانك وتستعدين للنوم؟ لقد غسلتها بالفعل. اغسليها مرة أخرى، أريد التحدث مع طرزان. حسناً يا أبي. أعرف لما جئت. إلى اللقاء. كان بيننا اتفاق وخالفته. إنها مستنقع، سيغرقون في الوحل. لكن الغوريلات. اسمع، جربت طريقتك لكنها لم تنجح. سأفعل ما علي فعله من أجل أسرتي، من أجل أبي. وأنا سأفعل ما علي أن أفعله من أجل أسرتي. الشجاعة. هذا هو طرزان الذي أعرفه. أرى جرافتين فقط. لن نؤذي أحدا، صحيح؟ لا، سنمنع هذه الآلات من إحداث المزيد من الأضرار. تعني نحن ضد هذه الأشياء المعدنية الضخمة المخيفة؟ لا أعرف. طأطأ، كيف تتوقع من طرزان أن يؤدي دوره كبطل همام وأحد مساعديه جبان؟ هل سمعتما هذا؟ ماذا يجري هنا؟ إنه هناك، احترق! هناك خطب ما. هل تعتقد؟ حاول هذا المجنون دهسانا. أعني، ألا ترى أن هذا خطر؟ قليلاً. لا، السائق يواجه مشكلة. قلت لك حاول أن يدهسنا، ألم تسمع ما أقول؟ هل أخبرني أحد ملاهي؟ أبي، ما هذا الصوت العالي؟ رجاء لا تؤذيني من فضلك. لقد حاولت ولم أستطع. آسف يا سيد ماركم، حاولت أن أنهي عملي ولكن. لا عليك يا والتر، سنكمل العمل حتى تشفى. تنفسه غير منتظم، لديه طفح جلدي غريب. إنها نزلة برد بسيطة. على كل سأدرس عينة بسيطة. إن هذا من سوء حظنا،
وولتر من أكثر الرجال صحة. أنا لدي فكرة عن السبب فيما يحدث. ها؟ وما هو؟ أنت. أنا؟ نعم أنت. أنت ومعداتك الضخمة تقومون بتدمير هذه الغابة. يبدو أنك أطلقت نوعا من الفيروس أو البكتيريا الكامنة. أوه، أرى إلى ما ترمي. تحاول أن تخيفني كي تبعدني. لن ينجح هذا. أخرج من معسكري، سمعتني؟ أخرج من هنا ولا تعد. لم نتمكن من التخلص من مشكلة قطع الأشجار أبداً. لقد تخلصنا من جرافة. تخلصنا من جرافة، لكن إذا سألتني أنا لن أسألك. نعم، وهذه مشكلة تتكرر كثيراً. على كل، أعتقد أن المشكلة كانت عملية التسلل الفاشلة. بدت لي كفكرة جيدة. آسف. لا تشغل بالك يا طقطق، إنه شيء مثير. ما علينا فعله هو أن نضربهم بكل قوة واحدا بلا حوادة. لن يكون هناك داع لهذا يا توكا. سيتولى هذا الفيروس أمر ماركم ورجاله. ماذا تقصد؟ لقد حاولت أن أشرح للسيد ماركم أن العبث بنظام الغابة البيئي أمر خطر، لأن تربة الغابة موطن لآلاف الكائنات الدقيقة كالجراثيم والبكتيريا مثلاً. أنا أعرف ما تعني، إنها الحقيقة. عندما دمر ماركم المنطقة وأشجارها أخرج مئات الكائنات الدقيقة من الأرض، وواحد منها على الأقل مميت بلا شك. علينا أن نحذر ماركم ورجاله. قد فعلت بالفعل، لكنني لم أنصت. أصابهم الفيروس بسرعة وقوة. أبي، ما رأيك يا بروفيسور؟ حالتهم سيئة للغاية، سيموتون إذا لم نتوصل إلى علاج. علينا أن نبحث عن علاج. أبي، انتظري يا ابنتي، الأمر ليس بهذه السهولة. أبي، أنا لست بخير. حبيبتي، ستكونين بخير. أعرف أنك لن تستفيد بمساعدتي. سنساعدك، أنت رجل طيب. ما الحل؟ لن أهدأ قبل أن أتوصل إلى علاج. لابد أنك تمزح. هل ستذهب لمساعدة ماركم حقا؟ إن رجاله مرضى. وماذا سيحدث إذا عالجناهم؟ هل تعتقد أن ماركم سيقول شكرا يا طرزان ويرحل عن هنا؟ لا أعتقد هذا، سيواصل قطع الأشجار. احتمال، ونحن لا نستطيع إيقافه، لكن علينا فعل الصواب. سيموت ماركم ورجاله إذا لم نساعدهم. أنا لا أريد أن أبدو قاسية، لكن هذه مشكلتهم. هكذا لست قاسية؟ لقد أصبحت ضعيف القلب. أتذكر عندما كان لقب ملك الغابة يليق بك. توكا، ما الذي حدث لنظام العدالة الذي كان سائدا في الغابة؟ ها؟ كان من يريد الغابة بسوء ينال عقابه. توكا، ماذا عن أبي؟ أبي؟ ابنة ماركم الصغيرة. تعنيان الفتاة ذات العينين الواسعتين والابتسامة الجميلة؟ ماذا حدث لها؟ إنها مريضة أيضا. لماذا تخبراني عن مرضها الآن؟ هيا بنا لنبدأ العمل. ثم اقتتثت الأميرة أوراق الزهر واحدة واحدة وألقت بها في النار، وكانت تقول: سيعود إلي. لا، لن يعود، سيعود إلي. رفقاً يا أبي، استريحي قليلاً. جين، هل ستتحسن حالتي؟ حسناً، لقد وعدني أبي بالتوصل لعلاج وهو لم يخذلني من قبل. أبي أيضاً لم يخذلني من قبل. سنكون جميعاً بخير بلا شك. أوامر الطبيب أن ترتاحي. أمرك. أرجوك لا تخذلنا يا أبي. يمكن التوصل إلى علاج، لكن أحتاج إلى هذه المكونات. سأبحث عنها. انتظر، أعرف الغابة أكثر منك. طرزان، حياة ابنتي في خطر. سنذهب سويا. Thank you.
كم تبقى؟ اثنان. رائع، ما التالي؟ عصارة شجرة الدراما. هذا أمر سهل. لا، ليس سهلا. لماذا تقول هذا؟ لأن هذه الشجرة تخص بوتو. هيا. اجمع العصارة، سأتولى أمر بوتو. مهمتي أسهل من مهمتك. هل أنهيت؟ في الواقع بدأت الآن. إلى متى يمكنك صد هذا الوحش؟ الوقت الذي نحتاج إليه. لقد أنهيت. لقد تماديت عندما جذبت ديلة. هذا هو المكون الأخير. نعم، الزهور في مكان ما هنا. أقصد كانت هنا. هل هذه الزهور تنمو هنا فقط؟ هذا صحيح. ما الذي فعلته؟ أردت أن تفعل الخير من أجل ابنتك، لكنك ارتكبت خطأً. خطأً فادحاً. النبات المشع. نعم، عشب المستنقع، عصارة شجرة الدورمبا و... ماذا عن ال... أهلاً يا أبي. كيف حالك يا أبي؟ ليس جيداً. هل قرأت لي قصة؟ نعم، بكل سرور. يحكى أن في مملكة بعيدة. ما هذا؟ من أين جئت بهذه الزهرة؟ من الغابة، أنسيت. يا إلهي، إنها الزهرة التي نحتاج إليها. سأعد العلاج في أسرع وقت ممكن. ما سبب سعادة الجميع اليوم يا أبي؟ كل شيء. التالي. استعد يا فتى. التالي. إنني يا سيد ماركوم أشعر بتحسن تام. يسعدني سماع هذا. رائع. أقول لك، ماركم ورجاله سيعودون إلى قطع الأشجار كما حذرتك من قبل. اهدأ يا توكا. هذا ما يحدث عندما تصر على أن تفعل الصواب وتكون طيبا. توكا، عليك أن تعيد التفكير يا فتى. عليك أن تنسى هذه الشخصية وتعود إلى شخصية ملك الغابة العنيف. توكا، احرصوا على أن تغطوا هذه المنطقة. هيا يا رفاق، الوقت يسرقنا. كيف يقطعون الأشجار؟ لا يقطعونها، إنهم يزرعون. والآن هيا، ازرعها على عمق في الأرض. هل يحتاج أحد للماء؟ هكذا، بعد أشهر سيمتلئ هذا الحقل بالزهور الجميلة. ما رأيك يا أبي؟ لمسة، دورك. أنا؟ ليس دوري. لم أكسر في هذه اللعبة منذ أن كنت في العاشرة. انتظري. لا أعرف كيف أشكرك. ماذا ستفعل الآن؟ لا أعرف،
سأفكر في مشروع أقل تدميرا. أكره أن أفكر فيما كان يمكن أن يضيع بسببي. على الأقل لم تفقد ابنتك. سأمسكه. انتظراني، أريد أن ألعب معكما. تعال امهدي غوريلا فرصة.